الشيء اللي انا قاعد اقوله يعني كيف قدرتوا تتجاوزون ان ابو صقر فهد الانصاري جاي من الفيصلي؟ إيه؟ احنا عارفين التنافس الرياضي الكبير جدا. كيف قدرتوا تتجاوزونها يعني هذه انه يجي من نادي منافس ويدخل من ضمن المنظومه الرياضيه؟ لان احنا نعرف انها صعبه جدا بين الرياضيين الشيء هذا يصير. والله هذا انا اعتقد انه في زمن احتراف، اليوم زمن احتراف، وطبعا ما جاء مباشره من اشقائنا بنادي الفيصل، وحتى لو جاء مباشره مرحب فيه. عندنا ناس الان يعملون في النادي جو مباشره من نادي الفيصل، وفي ناس من عندنا راحوا هناك مباشره. في النهايه احنا في زمن احتراف وفرص وظيفيه، دائما الانسان يعني في مجال الرياضي حسب رؤيتي حتى الان يعني انه الانسان دائما يبحث عن مصلحته، مصلحته وين تكون؟ تكون في الولاء للكيان اللي هو يعمل فيه حاليا. وانا ما اشوفهم فيها تعارض، شفنا من انديه كبيره حتى على المستوى العالمي وعندنا في المستوى المحلي في الانديه الكبيره وجدنا مثل هذا يعني مثل هذه الامور. فانا ما انا اشوف انها طبيعيه جدا يعني ما فيها اي اشكاليه.